الأرجنتين وهولندا كانت لعبوا في مارسيليا، والهولندا كسبت بجون دينيس بيرغام في الدقيقة 90، وبعدين والشريك له هولندا الخارجي كده. بالظبط، وهولندا لعبت مع البرازيل والبرازيل كسبت بركلات الجزاء أعتقد، وصلت اهي. فالأرجنتين وهولندا الحقيقة من الكلاسيكيات بتاعة كأس العالم، بيلعبوا بعض سنة 74 ايوه 74 كرويف، فريق كرويف كسب كان دوري المجموعات، لأنه عملوا مجموعات مرتين، الدور الأول وبعدين الدور الثاني كان مجموعات مجموعتين، وهولندا كسبت 4-0، كان من أقوى الماتشات يوهان كرويف. 78 طبعا عندنا كان عندنا النهائي، هولندا كانت قريبة جدا من مظبوط. انها تفوز. هم لعبوا 5 مرات في تاريخ كأس العالم مع بعض، فمواجهات معتادة يعني، كل فريق كسب 2 وتعادلوا مرة. والأرجنتين خدت كأس العالم زي ما بتقول حضرتك قدام هولندا في 78. 78 و98 و2014 كمان في أيوه ايوه. يعني انجلترا وفرنسا لعبوا مرتين بس، آه 66 كان فرنسا هي فريق مش قوي، وانجلترا كسبت 2-0 وكسبت سنتها المره الوحيده كاس العالم. وبعدين في 82 كان في دوري المجموعات انجلترا كسبت 3-1 برضه، ايوه بس نتائج في كاس العالم يمكن في البطولات الثانيه فيها تنافس اكثر في كاس العالم. رغم ان سنه 82 انجلترا خمس فرنسا طلعت ال 80، لكن التكتين المباشرتين ايوه بين انجلترا وفرنسا. تفتكر مين هيكسب المواجهة بتاعت يوم السبت؟ فرنسا ولا انجلترا؟ فرنسا يعني تربطني علاقات قوية بفرنسا، فضل يعني بشجع فرنسا، بس طبعا انجلترا المباراة اللي لعبتها الأخيرة ضد السنغال. السنغال كان يعني ده الايقاع بتاعها، كان عارف مباراة فرنسا الشوط الاول كان ايقاع بطيء جدا، بطء الايقاع في بدايه المباراه، برغم ان فرنسا تقدر تبادل الهجمات في النص الثاني من الشوط الاول، لكن لولا يعني فرنسا تعتمد على مبابي. مبابي اعتماد كبير جدا، وطبعا ان الصعب بنزيما مؤثره رغم جيرو يعني بيأدي أداء رائع أوليفيه جيرو دلوقتي. بس الصوت بدأ يقطع شوية، فلو يعني في مشكلة في ممكن نتحرك خطوتين ولا حاجة يا باشمهندس مصطفى. لكن مين هياخد كأس العالم من وجهة نظرك؟ كده الصوت بقى كويس. مين هيكسب كأس العالم توقعك قبل ما يعني نسأل السؤال الأخير؟ كأس العالم شفناه، انت كنت بتتكلم عن البرازيل، اول فرقه تلعب ال 26 القايمة كلها. اللعبة والقائمه كلها، الاول يعني يوري قوه البرازيل، والبرازيل دايما يعني في كل بطوله هي المرشحه يعني، ايوه وزي ما انت قلت ان كرواتيا يعني فريق متوسط عمره تقريبا 31 سنه، استغرق النهارده كمان مع اليابان. ايوه بطريقه الماتشات بتاعتها يعني هتوصل يعني مرتاحه البرازيل للسيمي فاين. للسيمي فاين. طيب اخيرا اخبار الاهلي ايه؟ متابع اخبار الاهلي؟ متابع طبعا المدرب الجديد، نتمنى له التوفيق وماشي كويس، نتمنى طبعا ان النادي الاهلي يعني يحقق دوري السنه دي وبطوله افريقيا، ونتمنى كل الفرق المصريه بس مش النادي الاهلي يعني، نتمنى كلهم التوفيق باذن الله. الناس لغايه دلوقتي ما عرفتش كان ايه اللي حصل. استقالت شركه الكره وجاءت شركه كره باداره جديده، ولم يعرف احد السبب حتى الان. ما فيش اسباب، النادي الاهلي يعني اي حد بيبقى موجود في الموقف جاي من النادي الاهلي، وان شاء الله بنتمنى لهم كلهم التوفيق، وانهم الاهلي يعني يستعيد مكانته في ظل قياده
تحت قيادة مجلس الإدارة، والشركة الكرة الجديدة، شركة الكرة الجديدة بتستمر في المقدمات في شركة الكرة اللي احنا حاولنا نعمله، إن شاء الله يستمروا في يسيروا في هذا الاتجاه. هل في ظل متابعة حضرتك لموقف الأهلي حاليا، بيطبق الأهلي ما وضعته من استراتيجية شركة الكرة السابقة اللي كنت حضرتك نائبا لرئيسها؟ يعني مش عايز اخش في التفاصيل، بس يعني النادي الاهلي دايما يعني ما بتحطش على الاشخاص، بتيجي وبتمشي، انما الانتماء والحب للاهلي هو ده الاشخاص بتروح وتيجي، لكن الانتماء والحب للاهلي هو اللي بيبقى. دي يعني دي رسالة مهمة طبعا بكل تأكيد. ايه الرسالة اللي تحب تقولها لجمهور الاهلي باشمهندس مصطفى قبل الختام؟ جمهور الاهلي بتمنى بقى انه يعود للمدرجات، كل شويه بنشوف بسمع الماتشات، بتفرج على الماتشات والمذيع بيقول الجمهور وصوت الجمهور ونرحب بالجمهور، ابص الاقي المدرجات فاضيه، فمش عارف يعني هل انا نظري ضعف للدرجات ان انا مش شايف الجمهور. الجمهور الاهلي اتمنى ان انا اشوفه في المدرجات ويستمر في تشجيع الفريق، وبكون مساس باي حد تاني، اي اشخاص واي جماهير اخرى باذن الله. بشكرك جدا.